السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنصبح عليكم من هذا المنظر الرائع والزوين، هذا المنظر ديال الصباح. وفي الحقيقه جيت هذا الفيديو هذا منها نصبح عليهم، منها غادي نهضروا في الموضوع ديال لبنى والزوج ديالها، والهضره اللي قال على لبنى، علاش هو ما كيقدرش يمشي عند سعاد قد لبنى، علاش هو ما كيعدلش بين عيالاتهم. هذا الشيء هو اللي جاوب عليه الزوج ديالهم باللسان ديالو. قال هو علاش انا ما كنعدلش بيناتهم، وعلاش ما كنديرش بحال هنا بحال هنا، رغم انه في الاول قال انه باغي يعدل بيناتهم وغادي يدير لبنى نهار وسعاد نهار، ولكن هادشي هو اللي ما شفناش نهائيا. مره كنشوفو نهار عاد سعاد، 3 ايام عاد لبنى، يومين عاد سعاد، 6 ايام عاد لبنى، يعني ما كاينش العدل ما كاينش الحساب. هذيك السيده هي كتبقى تسنى وكتبقى مشوقه امتى غيجي غيجي، واخا ما يدير معها حتى شي حاجه، واخا ما يخرجهاش، واخا المهم غير داك النهار ديالها خاصو يكون عندها وصافي. هو قال انا علاش ما كنديرش العدل بيناتهم، وعلاش ما كنجلسش عند سعاد بحال لبنى، لان لبنى السبب اللي بان لي هو مقنع باش يجلس معاها اكثر، هو ان لبنى بعيده على عائلتها ومغربه، ووالديها في مدينه وهي في مدينه. وتاني حاجه ان لبنى مريضه وخاصني ضروري نكون قريب ليها. وثالث حاجه انها هي ديراني انا في والديها، فيها خوتي، فيها خوتها، فيها راجلها، فيها كل شيء، زعما انا معوله عليا بعد الله هو السند ديالها. قال هذا هو السبب اللي كيخليني نجلس مع لبنى اكثر. دابا هو اعطى هاد الجواب هذا بعد ما جاوب بزاف ديال السؤالات وبزاف ديال المنتقدين اللي كيهضروا وكيقولوا ما كتمشيش عند سعاد، وسعاد كذلك ما عاجبهاش الحال، كيف ما شفنا بعد ما سافر طيلت واحد 6 ايام ولا مع 5 ايام هو مع لبنى، عيطات عليه سعاد باش يجي عندها، وجا ورجع قال لي انا ما غادي نرجع عند المراه الاخرى اللي هو دوز معاها واحد المده طويله، ورغم ذلك قال لها ما غاديش نجي عندك اليوم، سيري تسني حتى الغدا. يعني هنا كنخلتك حشومه وعيب وعار، اهانه لهذيك السيده هذيك اللي جالسه كتسنى فيه وكتقول لي علاش ما غاتجيش عندي، كيقول لها بحال هذا الجواب، سيري حتى الغدا وجدي لي الماكله. لا حول ولا قوه الا بالله، اي واحد في بلاصه هذا الموقف هذا غيبقى فيه الحال. الحقيقه كنقول لك اخويا راجع نفسك وراجع مزيان. لبنى كاينه بنتك يسرى كنشوفوها عايشه معاكم في الدار، الوقت اللي انت تمشي عند سعاد تبقى هي مع لبنى، وكاينه الام ديالك حتى هي بالفرحات عليها باش تجي تجلس معها هذيك يومين ولا 3 ايام وتبقى مع سعاد حتى هي الوقت اللي دوزتي مع لبنى في نفس الوقت. اما بالنسبه لعائلتها زعما مغربه عليهم، والناس راهم مغربين في اوروبا كاع وما كيديروش هذا الشيء هذا، ما كيبقاوش يقولوا زعما حنا مغربين خاصنا زعما في نفس المدينه وعائلتها في نفس الدوله، غير هي في فاس وهما في حسيمه، ماشي زعما شي بعد. ودابا غير التليفون والواتساب والكاميرا راه كيوريك عائلتك كامله فين ما كنتي في اي بلاد تشوفيها. هاد الشيء هذا ما شفناهش اعذار. والحاجه اللي ما عجباتنيش وتنكرت ليها، وما واحد الفيديو شفت واحد السيده من المتابعات ديال سعاد قالت واحد الكلمه اللي ماشي في المحل ديالها، قالت واقيلا ما تيبغيش يبرك مع سعاد وما كيدوش الوقت معاها، لان ملي كيكون مع لبنى كيصور فيديوهات الناس كتطلع عليه المشاهده وكيديروا ليه لايكات، وهي من النظر ديالها كدعو كاع المحبين تاع سعاد، قالت لهم اجي وحنا نديروا ليه لايكات ونطلعوا ليه المشاهده باش يبقى مع سعاد. واش هادي؟ انا يا احترامي لديك السيده ما عجبتنيش هاد الفكره، وبت الليل كامل كنفكر كنقول علاش زعما اقترحت هاد الشيء هذا، لانه شيء واش زعما الرشوه بحال الرشويو هاد السيد باش يجلس لنا مع هاد السيده، وخاص اللي بغى يجلس حب فيه، يجلس حب في وليداتو، ماشي الرشويو اختي، راه داك الشيء اللي قلتي ماشي منطقي. انا بعدا راه ما عجبنيش الحال باش اجي ونديروا ليه لايكات ونديروا ليه مشاهده طالعه باش يجلس لينا مع سعاد، راه ما فكرتيش مزيان قبل ما تخرجي بهذاك الفيديو. انا بعدا ما عجبنيش الحال وما عجبنيش تهضري في هذا الموضوع هذا نهائيا. الواحد ملي كيبغيك وكيرتاع عندك ماشي الرشوه، الرشوه راه خايبه اي حاجه، ماشي حنا نخلصو بحال نخلصو على ديك الجلسه اللي بغى يجلس عند سعاد. هو يجلس عند لبنى ويجلس عند سعاد، يصور عند هادي ويصور عند هادي،
تجي المشاهده من هنا من هنا، في الاخير كلشي ديالو، كلشي في قناته، كلشي فلوسه، وفي الاخر راه غيصرفوا على عيالاته وعلى ولادو. علاش حنا غادي نديروا داك التحدي بين المتابعين ونقول لهم اجيو دخلوا زيدوا هنا المشاهده ولا زيدوا هنا اللايكات؟ داكشي غير خطا. السيد خاصو واجب عليه داكشي قانونيا، ما كاين لا لايكات لا مشاهده. واش كاين شي واحد تنشدوه بالزز ورشويه؟ لا، ديك ما عجبتنيش. وبالنسبه لسعاد هي راه عندها خيرها، راه بعض الفيديوهات دار معها حتى 400 ألف، اللي ما ضاربهمش مع لبنى. بعض الفيديوهات كاينين غير 80 ألف مع لبنى، وضاربين 400 300 مع سعاد. راه غلط هذا، ماشي سعاد زعما ملي كيصور معاها ما كايناش مشاهده، بالعكس حتى هي كتبان ليا كاينه مشاهده مهمه، وخاصو غير كما تنقولوا القناعه. الواحد غير قناعة، الا كان هو اصلا كيفكر بحال التفكير اللي فكرتي انت، زعما غادي نمشي للجهه اللي كتدار ليا فيها اللايكات كثر واللي كنربح منها الفلوس كثر، هذاك خطا، لان ما خاصوش يفكر بهذا الشكل هذا. هذوك عيالاته بجوجات وكاملات نفس المشكل اللي عندهم، اللي كيشاهد المتابعين اللي كيشاهدوا هذه راه كيشاهدوا هذه، واللي كيشاهدوا هذا راه كيشاهدوا هذا، يعني ما كاينش فرق. هادشي علاش انا جاني بيزار باش ندعموه زعما، راه حنا كنتفرجوا مره كنتفرجوا، مره هنا مره تفرجي القيطه، مره مع لبنى تشوفي القيطه، مره مع سعاد تشوفي القيطه، بعد المرات اللي عجبك الفيديو تفرجي فيه كامل وغاديه كما تنقولوا المسيره. اما باش نبداو نديروا عليه واحد الحمله ديال المتابعه، لا غلط هادي. ولكن كل واحد وباش كيفكر، وكل واحد والعقليه ديالو. اما بالنسبه هو خاصو يكون محايد بين دوك جوج عيالات. وحاجه اللي غنعقب عليها حتى هي، من يكون مع سعاد ما يبقاش يكلاشيو لبنى، وملي يكونوا مع لبنى ما يكلاشيو سعاد. هادشي هضروا فيه كثار وقالوا غادي نحيدوه، ولكن شفنا سعاد الله يهديها حتى هي، هذاك الكلام اللي قالت على الماكياج وداك انا راه ما عجبنيش نهائيا، لانه ماشي في المحل ديالو. صافي داكشي، انت ما كيعجبكش الماكياج عندك حريه التعبير ما ديريش، اما باش تبداي تمعني على ناس اخرين سوالو بناس وغيرها، هذاك الشيء حريه شخصيه. وكاين اللي كيرتاح في وجهه راه مزوق، وكاين اللي كيرتاح في وجهه عادي كيوصلو بالماء ويخرج. كل واحد لا ضروري خاصو يدير شويه الكريم، شويه العكار، شويه الكحول، شويه يزوق على الحاله. داك الشيء كيبقى حريه شخصيه، وكل واحد يدير اللي بغى. وحنا دابا العيالات كاين فينا اللي كتنسى راسها، وفينا اللي كتبقى عزيز عليها طماكي وعزيز عليها طقاد. داكشي ماشي زعما ماشي ندخل انا في واحد ونعطي داك الراي ديالي. وخا سعاد زادت في تيا وقالت ما هي مره ما هي جوج، طيلت واحد مع جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق وهي هضره على هذا الموضوع ديال الماكياج. الماكياج ما خاصوش يدار، ما خاصوش يكون، هذيك حريه شخصيه ديال كل انسان. في الحقيقه نتمنوا هاد الانسان دابا من يمشي عند الاخرى يدير بحال الاخرى، بحال الاخرى لبنته هي، ما يضيعهاش لا في ماكلتها لا في مشربها لا في وقتها. حتى لبنه لا ما مشاش عندها راه ما كيعجبناش الحال، ونهار مشى عند سعاد وكرم عادي يومين، راه لبنه فاش خرجت كتشكى بالمرض وداك بقات فينا، ولينا حنا باغيين نمشيو نهزوه وندوزو عندها. يعني مدير بيناتهم المساواه، سافر بهادي سافر بهادي، وكل هادي في الريسطو وكل هادي في الريسطو، وكل هادي ماكله زوينه اخرى هي وماكله زوينه، وهكذا الحياه تستمر. هو راه رابح كيف ما كان الحال، راه رابح بيناتهم. ونتمنوا الربح للجميع لينا وليهم، ونتمنوا حياه موفقه لينا وليهم. وحنا هادو مجموعه من النصائح عبر المتابعه ديالنا المتواضعه ليهم، كنعطيوهم نصائح ما ربما يفيدوهم بدون ما نسيئوا ليهم كاملين. وإلى اللقاء في فيديو آخر مشيئة الله.